بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. طبعا بعد الفيديو اللي أنا نشرته من 3 4 أيام انطلقت ماكينات الإعلام، إعلام السيسي بكامل طاقتها في الهجوم عليه. وأنا يعني مع أصدقائي أصدقائي المتخصصين درسوا السياقات العريضة للهجوم أو العناوين العريضة للهجوم. الهجوم طبعا بيدور حول، وأنا مش لا تفكر أنه أنا هملأها يعني أقعد أتكلم في الفيديو كله عن الهجوم، لا أنا بس أخذ الهجوم في دقيقتين ثلاثة. يعني بيدور حول نقطتين، النقطة الأولى أن أنا جاسوس، والنقطة الثانية أن أنا زعلان لأن أنا كنت مستفيد من الأنفاق وبعدين لما الحكومه قفلت الانفاق انا زعلان. يعني خلينا ناخذ الكلمتين هذول، خلينا ناخذ العنوانين هذول عنوان ورا الثاني. اول عنوان انه انا جاسوس. اولا كلمه جاسوس هذه انتم بتقولوها على اهل سيناء كلهم وعيب، خلاص لم يعد يعني خلاص، يعني مفروض ان احنا ننتهي، مفروض ان الكلام هذا ينتهي، لان احنا مفروض ان احنا في دوله احنا بندفع لدوله وانتم بتدفعوا احنا بندفع لقيم الدوله وانتم بتدفعوا لقيم العصابات. قيم الدوله بتقول لما يكون عندك معلومات عن واحد جاسوس بتروح تاخذ المعلومات وتقدمها للنائب العام، هذه قيم الدوله، والنائب العام بيدرسها، اذا كانت تستحق انها تحول للقضاء بيصدر امر بالقبض على الرجل على هذا اللي انتم قلتوا عنه جاسوس، وبتجيبوه بتودوه للنائب العام، والنائب العام بحقق معه وبيرفع ملف للقضاء، والقضاء بحاكمه بروح السجن، بيصير اسمه مسجون في قضيه تجسس، يصبح اسمه مسجون في قضية تجسس. هذه هي قيم الدولة، لكن انتوا هذه قيم الدولة اللي احنا بنسعى ليها، لكن القيم اللي انتوا بتجرونا ليها، وطبعا اللي بيهد اكثر اسرع من اللي بيبني، احنا بنبني وانتوا بتهدوا، احنا بنبني حجر على حجر عشان نوصل لدولة لها قيم عالمية، قيم إنسانية، قيم غير مخالفة لا للأعراف ولا للتقاليد ولا للأديان ولا للقوانين المحلية ولا للقوانين الدولية. هذه الدولة اللي احنا بنحلم وبنسعى الآن طوبة على طوبة لبناء. انتوا بتهدوا نحو دولة العصابات، فلان جاسوس ادي مش مشكلة، ما انت انا هحاسبك كيف يعني؟ كيف حاسبك انت لو بتتهم نفر بانه جاسوس او بتتهم اهالي سينا كلهم؟ سيبك مني انا مش مهم، انا كل البشريه عارفه انه جاسوس، بس ليكن يعني لما انت اليوم بتتهم اهالي سينا كلهم انهم جاسوس في كامل افلامك وفي كامل وسائل اعلامك وفي كامل تتهم منطقه بالكامل بين جاسوس. طيب قيم عصابات اذا كان منهم جاسوس هذا حطه في السجن، مع انك انت معطيهم اكثر من نوت، مش هتكلم في الموضوع، اكثر من نوت نجمه سينا، اكثر من 200 نوت من نجمه سينا ماخذين من اهالي سينا، ماشي، وبالرغم من هذا بتقول يعني جوز. اوكي، القصه الثانيه اللي انت وجهت لي انه انا والله كنت راجل مستفيد بالانفاق. الحقيقه ان الانفاق هذه انفاق اجهزتك يا سيسي، اجهزتك واجهز، انت كنت في المخابرات وانت عارف ملف الانفاق كويس جدا، انت وعمر سليمان. ابراهيم عيسى قال خريطه الانفاق اللي في رفح موجوده على مكتب عمر سليمان، ضباط المخابرات هم اللي بهربوا، والناس اللي في سيناء هم الا قشر اليوم بس كحول، العين اللي في سيناء هذا اللي بهرب هذا شغال معهم. يعني انا كانسان عادي ما لي في التهريب، الناس غالبيه الناس ما لهم في التهريب. هل انا مدار من مدار من التهريب لان حطم منظومتي الاقتصاديه وحطم منظومتي الاجتماعيه اللي انا اصلا منحاز ليها، وحطم قيمي وحطم عاداتي وحطم تقاليدي، اصبحت بعد ما كانت قيم ليها ماشيه لالاف السنوات في سياق معين، انت جبت التهريب وحطمت هذه القيم، وبالتالي فالتهريب انت المسؤول عنه. قيادي من قيادي الصف الاول في نظام العقيده معمر القذافي في قعده خاصه مع مشايخ من قبائل سيناء قال لهم نصا، انا وديت الانفاق ماكينات حفر الانفاق لحد العريش بايدي بعلم الجماعه، والمقصود بالجماعه هي المخابرات اللي انت كنت يا سيسي بشكل شخصي كنت رئيسي. هذه أجهزة إعلامك، وأنت الآن يعني زي ما بيقول رمتني، زي ما بيقول العرب رمتني بدائها وانسلت، هذا ملفك والتهريب ملفك أنت وولدك محمود، ولا اليوم شغال بس بدل ما كان في الأنفاق صار من المعبر، والمعبر اليوم شهريا يدخل على غزة $45 مليون، أنت وولدك محمود تاخذوا منهم $15 مليون. ماشي، سؤال، انت مش بتقول انه المعبر اللي في رفح هذا معبر انفار ليس معبر بضائع؟ ايه اللي خلاه اليوم يصير معبر بضائع يا سيسي؟ طيب والبضائع اللي بتهرب منه بتنحط وين؟ بتدخل ميزانيه الدوله تحت اي بند؟ هذا يعتبر تهريب دوله يا سيسي،
هذا يعتبر تهريب دولة. إذا كانت هذه البضائع بتخش جماركها وضرائبها بخشن على ميزانية الدولة، فقول لي بتخش تحت أي بند؟ تحت أي بند هتدخلها يعني على ميزانية الدولة؟ لكن هي بتخش في جيبتك أنت وولدك محمود. خلينا على جنب، خلصنا الأنفاق يا سيسي. وانت عارف وهن شغلات، وانا كنت في زنازينك، انا مثلا ابو فجر كنت في زنازينك من سنه 2007 لحد 2010 كل الأنفاق، هذه الفتره العظمى في عمل الأنفاق. انا كنت في الزنزانه في الغربانيات، حاط علي سبع جواسيس داخل الزنزانه قاعدهم فوقي، وكان انا بعمل قنابل جوي مثلا جوا الزنزانه، كان انا مثلا بعمل قنابل، كان انا مثلا مش عارف يعني واحد جوا الزنزانه جس على لي مش عارف واحد داخل الزنزانه 4×4 متر ناصب عليه جواسيس لي ومسجون خالص يعني، وفيدك فتحت الزنزانة ليست في أحد سواك، لي فيد ولا واحد سواك أنت، حاط عليه جواسيس من 2007 إلى 2010 يعني يدوب طلعت من السجن ولبست الجاكيت وطلعت على ميدان التحرير شراكة 25 يناير. وبالتالي الأنفاق شغلاتك أنت يا سيسي، وأنت وأخيرا صرت أنت ولدك محمود وكوحيلك اللي بيشتغلوا معك في سيناء، وأنا ثاني مانيش ضد حد خالص نهائيا، وحتى اللي هاجموني هذول أنا ماني زعلان منهم، وأنا كلامي معك أنت مش معاهم، هذول ضحاياك، هذول ضحاياك يا سيسي. أنت بتود داخل دائرة مغلقة على الواتساب، بتوجه لهم التعليمات من جهاز مخابراتك من عند محمود ولدك على الواتساب، دائرة مغلقة في اتصال متواصل مع هؤلاء المذيعين وهذه اللجان الإلكترونية اللي بتهاجم في المصريين وبتتهمهم اتهامات مخلة بالشرف. جواسيس ايه بيهربوا ايه؟ عيب عيب، هذا ليس سلوك دولة يا سيسي، هذا ليس سلوك دولة يا سيسي. عندك مشاكل مع الناس بتحولهم للنائب العام، هذه قيم الدولة، انما انت تريد تدمير قيم الدولة لمصلحة قيم العصابة اللي انت بتشتغل فيه، وانت بتشتغل فعلا شغل العصابات وعلاقاتك مع العصابات، وهي حد نفر في سيناء عارف مستوى عارف شغلك قديش مع العصابات، مع العصابات مع التهريب، تشغل تهريب انت ولدك يعني. حتى اللي قبلك كانوا بيشتغلوا في البورصه، كان فسادهم في البورصه، فسادهم عالي، انت فسادك في السجاير، تستورد سجاير من الصين وتدخلها على هذا بزنسك، وشويه بودره يعني. اللي قبلك فاسدين، فساد في البورصه، فساد في تجاره الديون، في فساد يعني مش عارف اسميه ايه يعني، مش انحطاط زي اللي انت بتسويه، هذا ما هوش فساد اللي انت بتسويه، ما تفعله يا سيسي هو عصابات مش فساد، اللي قبلك كانوا فاسدين، انما انت عصابات، شغلك شغل عصابات، عصابات منحطه وعصابات على الارض، تهريب بودره وتهريب سجاير وتهريب. انا ولا كل الناس العاديين اللي في سيناء اليوم في الأنفاق ولا يقدروا يوصلوا للأنفاق، وحتى لو في واحد منهم يفكر انه يروح يشتغل في الأنفاق مش هيقدر يشتغل في الأنفاق، للأنفاق تبعت ضباط مخابراتك اللي في مكتب العريش، هم اللي كانوا بيديرون لمصلحتهم، وكل اللي بيشتغلوا هم كواحيل عندهم. وبالتالي سيبك من الكلام هذا، خلينا نتكلم في الأرض، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، خلينا نتكلم انا وانت في الجرائم اللي انت عملتها في سيناء. 14 قريه يا سيسي، 14 قريه يا سيسي، 14 قرية مسحت من فوق الوجود بس في خط واحد، مش كل القرى، أنا ما بتكلم عن كل القرى، بتكلم عن 14 قرية في خط واحد ليس لهن أي علاقة بالحدود، ناس بيزرعوا لا لهم علاقة لا اقتصادية ولا لهم علاقة جغرافية مع الحدود. إيه ليه انشال هذول؟ ليه تنشال القرى هذه من خط الحدود؟ 14 قرية من خط الحدود مع إسرائيل مش مع غزة، خط الحدود مع إسرائيل لحد الأحسن في العريش 50 كيلو، يزرعوا زيتون، بيزرعوا قمح، بيزرعوا شعير، بيزرعوا خوخ، بيزرعوا رمان، بيزرعوا عنب، قرى بشر كان عايش فيها. رحلتهم بالدانات دون حتى أن تصدر لهم أمر ترحيل، ما أصدرت لهم أمر ترحيل، بالدانات الناس لقيت الدانات بتنزل فوق بيوتهم ورحلوا، حتى ريت أصدرت لهم أمر ترحيل عشان يكون ترحيلهم، عشان يكون عندهم قرار منك نقدر نتساهم إحنا وياك، لا قنابل جيشك فوق رؤوسهم فوق بيوتهم، فالناس اضطرت تمشي. قرى عد لك بالقريه، ابو شلوف، المهديه، شبانه، بوزبور، عد الطايره، المقاطع، الظهير، العرارجه، الزوارعه، الفتات، الخروبه، الاحسن، هذول 12 قريه منهم، في كمان قريتين ثانيه، 14 قريه
14 قرية من فوق الأرض لمصلحة من؟ قرى كانت بتنتج، ناس كانت بتعيش، شردتهم لمصلحة من؟ لمصلحة صفقة القرض؟ أنا مش عارف والله، أنا ماني لاقي سبب، أنا ماني لاقي سبب. أنت كنت بتحتاجن ولا بتهد رفرفاح عشان الحدود، عشان التهريب؟ تحتاج إلا طب القرى هيدا رحلت لي، إيه الحجة اللي عندك عشان رحلها؟ هذه قرى لا علاقة لها بالحدود خالص، هذه قرى في عمق سيناء، إيه علاقتها بالحدود؟ المقابر الجماعية يا سيس اللي في سيناء، المقابر الجماعية اللي في سيناء، وأنا طبعا أكلمك عن مقبرة جماعية واحدة، المقابر الجماعية الأخرى أنا أعرف بس مش هتكلم فيها، خلينا هذول تحت الطاولة عشان في يوم من الأيام أحاسبك عليه. دير أبو نعوض، دير أبو نعوض هذا مكان لمقبرة جماعية، عايز نبض في بكرة نروح نبض، مش مشكلة عندنا غير شواهد عليك. دير أبو نعوض اللي بتصفي فيها الناس وترميهم جواه، مقبرة جماعية دير أبو نعوض، الناس اللي بتاخذهم من السجون، من السجون من جوي وبتصفيهم، أنا عندي بيانات، بيانات بس بيانات، أنا أحكي لك عن بيان واحد بس، 13 واحد 14 واحد خدتهم في عربية وفجرتهم فلحفل، فجرت العربية بيهم، خدتهم من المعتقل، من الحجز، منهم واحد محمد سلام الحوص من 14، منهم واحد اسمه أبو جهيد، منهم واحد اسمه عواجي وأبو جراد، منهم واحد اسمه نور أبو عرار، منهم واحد أخوه اسمه مصطفى البطين في الشيخ زويد، حريم البدو يا سيسي اللي انت بتعتقلها، حريم العرب، ما حصلت في التاريخ، مرت على سيناء جميع الانظمه، ملك فاروق على جمال عبد الناصر، على السادات، على اسرائيل، على بن غوريون، على ديان، على حسني مبارك، ما حصل اعتقال للنساء في سيناء، ترفع عهدك، على مرسي طبعا ما حصل اعتقال، عمره ما حصل اعتقال للنساء في سيناء، نساء العرب ما حد بيعتقلن، لان ما لنا علاقه، لان حتى الرجل العربي ما بيحكي لمرته في الاخر نهار يقول لي والله انا بقى. حتى بافتراض انه مجرم، يعني بافتراض ان هناك رجل مجرم اعتقلت مرته عشان هو مجرم مثلا، يعني الرجل العربي ما بيحكي، ما بيحكي كل الناس عارفين الكلامات، تعتقل لي النساء، اذلال للناس، اذلال للناس، اذلال للناس. العربيات اللي بتطلع يوميا 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 رايح على معبر رفح داخل على قطاع غزة ومن معبر كرم أبو سالم، يوميا يوميا جاي من القنطرة خش على إسرائيل، جزء منها بخش على إسرائيل، هذول كلهم لك ولولدك محمود، كلهم كلهم كلهم، هذا تهريب خاص بك، بزنس خاص بك أنت. داعش اللي بتقتل العساكر المصريين يوم العيد، ولا عربية طخت عليها طلقة واحدة، أتحداك تقول داعش طخت على عربية من عربيات البزنس طلقة واحدة، مش طختها فيها، لا طخت عليها، يعني ما بقولكش طخت الكوتش بتاع العربية، لا طخت فوق العربية، هات لي عربية واحدة داعش طخت عليها. ايش معنى داعش تذبح العساكر يوم العيد يا سيسي وما بتطخش على البزنس، على بزنسك انت ولدك محمود؟ ايش معنى داعش بتروح تعتدي على البنك في العريش تاخذ الفلوس اللي فيه، وعلى البريد، على مكتب البريد في بير العبد وتاخذ الفلوس اللي فيه؟ لماذا لم تعتدي على العربية واحدة من عربيات اللي بحمل بزنس وتاخذها تصرف فيها مثلا؟ يعني مش معنى بتعتدي داعش على الجنود المصريين تقتلهم، مش معنى داعش بتخش على البنك وعلى البريد تسرق الفلوس اللي فيها عشان تصرف وما خش ما اعتدت على عربية واحدة من عربياتك، على من عربيات بزنسك؟ هذا سؤال، انا ما لا تقول لي ليه، انا ما بعرف ليه، انا هذا سؤال بسأل انا وبسأل كل مواطن في سيناء. آلاف المعتقلين عندك يا سيسي، آلاف المعتقلين يا سيسي، آلاف المعتقلين اللي محتاجين إفراج عنهم. معتقلين ليه؟ عليهم شيء، عليهم قضايا حولهم للقضاء. ما عليهم اسحبهم من سجن العزولي واسحبهم من المعتقلات من كتيب 102 ووحد لحالهم. عليهم حولهم لأي قضاء يا أخي، حتى إن شاء الله قضاء عسكري. حولهم لأي قضاء، خلوا القضاء يحكم عليهم 5 سنين 6 سنين 10 سنين 20 سنة 25 سنة، خلينا نعرف أولهم من آخرهم. إذا كان عليهم جرائم أستطيع أن أعد لك العشرات. خدتهم على الكتيبة 102 وخدتهم من الكتيبة 102 وحطيت جنب سلح وطخيته وما عليه ولا حاجة، وليس له أي علاقة بالإرهاب، ليس له أي علاقة بالإرهاب، مجرد إذلال للناس اللي في سيناء. أنت انتهيت يا سيسي، أنت انتهيت يا مصريين. يوم الجمعة
بعد الماتش تنزلوا الشوارع، العربيات تزمر، والعربيات زم، لو عربية زمرت في شارع خمس عربيات هيزمرن، لو خمس عربيات في شارع زمروا يبقى الشارع كله هيزمر، لو شارع زمر الشوارع اللي في الحي كلها هتزمر، لو حي واحد زمر كل المدينة هتزمر، لو كل المدينة زمرت الناس هتنزل وما ترجعش لبيوتها إلا والسيسي في السجن، هو ولده ومرته، مرته تروح يشوفون حتى يحطوها في سجن الحريم في القناطر، لأن هي اللي وراء البلاء هذا كله، هي اللي وراء المكسورة هذه كلها، هي اللي وراء الدوشة هذه كلها. ما فيش رجوع يا مصريين يوم الجمعة إلا والسيسي صفحة وانطوت من تاريخنا. خلينا نشوف الصفحة اللي وراها. هذا الشخص مش بس فاسد، أنا خلال يومين اللي فاتوا هذول عشرات من الأشخاص بعثوا لي قضايا فساد أنا مش أحكي فيها، لأن مشكلتي مع هذا الرجل ليست مشكلة فساد، مشكلتي مع هذا الرجل مشكلة قتل ومشكلة شغل عصابات. اليوم قبل التسجيل لما الناس عرفوا أن أنا هسجل اتصلوا بي ناس من سينا مشايخ قبائل، هاي إخواننا أنا هخاطب المصريين الليلة، لا تخلوني أبين قدامهم صغير، أنتم على استعداد أن تنهوا على الإرهاب؟ قالوا لي خلال مش هنقول لك أيام، مجرد إن الجيش المصري يعطينا إذن قول لنا خشوا عليهم هنخش عليهم، في ساعات هيكون انتهى. كلام من مشايخ قبائل، وألحيت عليهم أنا هطلع أبلغ الكلام هذا اليوم فيديو للمصريين. هل أنتم، أنا رجل كمسعى أبو فجر ماني مالي علاقة بالعنف ولا أمارس العنف نهائيا ولا حتى بعصا، أنا بسألكم أنتم هل أنتم مستعدين فعلا تخلصوا على شوية الدواعي الشابون؟ قالوا لي قل وأنت بصدرك كامل اعتزازك نفسك، قل بلغ المصريين كلهم أن احنا قادرين على الإنهاء عليهم في ساعات، وإن اللي مبقيهم هو السيسي ولد محمود لمصالح خاصة به. ما أنا ما أعرف الشيء، هل هي مصالح، هل هي مثلا ما هل هو مخليهم السيسي عشان المشروع اللي تكلم عنه جاريد كوشنر مثلا؟ جاريد كوشنر تكلم عن قرى وتكلم عن مواني وتكلم، واللي هو اللي بيعملها لنا اليوم تكلم عن مطارات وتكلم عن كذا. انت يعني جرفت المطار يا سيسي، مطار العريش جرفته في سياق عشان تخدم على مشروع جاريد كوشنر؟ يا سيدي يا سيسي يا شعب يا مصري، اعلم انا اعلم ان الجيش المصري لن يتخلى عن سيناء الا غصب عنه، اعلم ان الشعب المصري لن يتخلى عن سيناء خالص بلا غصب عنه ولا من غير غصب عنه. ماشي، انت سنه 67 الجيش المصري سحب من سيناء، من اللي قاعد في سيناء؟ انا لما رجع سنة 82 اللي جيني قاعد فيه. هذا كلام وثائق، مش هو بقول لك انت اصلك بتقول كلام ملو. يبقى كلام وثائق صح. مش رجعت سنة 82 اللي جيتني في سيناء؟ طب وجودي في سيناء مش حفظ هوية الارض؟ انت اليوم يا سيسي انا بخطبك، انت هتمشي من سيناء؟ هتبيعها على جارد كوشنر؟ هتخليها لجارد كوشنر؟ طب خليني فيها يا سيدي، انا خليني. ليه بترحلني منها؟ عشان تنهي على هويتها، لانك عارف ان انا اذا ضليت فيه معناها انها مصرية، انت عارف بقائي فيها مجرد بقاء، حتى جنب مطارات كوشنر وحتى جنب وانا في عش ساكن جنب، ما انا كنت عايش قاعد في عش ايام اسرائيل بجنب مستوطنه، لكن انتهت المستوطنه وبقيت انا والمستوطنه اتدمرت. روح شوف في سيناء، انا ساكن في خص جنب المستوطنه، مش انا كل البدو كل اهالي سيناء عايشين في خصوص جنب المستوطنات، وانتهت المستوطنات وبقينا احنا. لماذا لا تبقينا الان؟ لانك لو ابقيتنا الان مشاريع جاريد كوشنر ستنتهي وسنبقى احنا، سنبقى احنا. عندنا مثال قبل كده حكيت لك مع المستوطنات، بقينا وذهبت المستوطنات. ليه عايز تنهي على وجودنا تماما؟ لانه انهاء على وجودنا هو ضمان لبقاء المستوطنات، هو ضمان لبقاء مشاريع جاريد كوشنر، والحمد لله مشروع جاريد كوشنر فشل. انت انتهيت يا سيسي، وانا كتبت لك من 3 أشهر انت انتهيت من اللحظه اللي انا قريت فيها. انا قلت لك ليش انتهيت؟ انا ما بقرا الكف ولا بقرا الفنجان. انا لما حسيت انه نتنياهو بلخبط، مره يضرب العراق ومره يضرب سوريا ومره يضرب حزب الله ومره يضرب حماس ومره يشرق ومره يغرب ومره يلخبط، فهمت انه بلخبط، فهمت ان ثور بفرفر، وما دام بفرفر يبقى هو يسقط. وهو اليوم انا مش عارف ليش انتخبات الشيء، بس انا عارف انه نتنياهو خلاص افتقد قوته، وبالتالي فانا قلت لك انت انتهيت، لانه سندك هو نتنياهو. ولذلك انا عدائي معك مش عداء فساد، اي فساد يعني 5% 10% وكل اللي قبلك كانوا فاسدين، ايه يعني فساد؟ محمد علي فاسد ولا كله فاسد يعني، كل التاريخ فساد، امريكا فيها فساد، كل الدنيا فيها فساد، مشكلتي مش معكم مش فساد، لا
مشكلتي معك انك جاسوس عميل، تقول اني انا عميل، انا جاسوس، انا كل البشريه عارف انا جاسوس، كل العالم عارف الا لطيشك اللي بكرر كلامك هو، كل العالم، انت كشخص رئيس مخابرات عارف ان انا جاسوس، وعارف ان نوعي انا لا يسمح ان يكون جاسوس، انت نفسك عارف، سيبك مني انا، بس انت جاسوس، جاسوس مع نتنياهو، جاسوس مع نتنياهو. قلت لك من 3 أشهر امشي، قلت لك نصا، قلت لك حط عيالك في اسنانك، حط عيالك في اسنانك واطلع على تل ابيب، هذا المكان الوحيد اللي ممكن يلمك، لانك مش فاسد، لانك مش فاسد، بس فاسد هي دي قصه سهله يا اخي، فاسد قصه سهله، انت جاسوس وقذر وعصبجي، عصابات، شغل عصابات، مش فاسد، لو فاسد ليش فاسد يعني الفساد، ما هو الفساد طبعا مش حاجه، مش واحد يقول مثلا مش عارف وجه بيقول الفساد ولا حاجه، لا الفساد مشكله كبيره، ولكن الفساد لا يقاس بتصرف عصابات، اصحابك عصابات، اصحاب ولدك عصابات، وانا مش ضدهم، مش هم ناس ضحايا، هم زي امانه ضحيه، واحنا ضحايا، كلنا ضحايا، المذيع التلفزيون هذا اللي بيهاجمني هذا ضحيه، العيل اللجنه الالكترونيه بياخذ 1500 هذا ضحيه، انا عمري ما هاجمه ولا عمري ازعل منه، ممكن اشتم، ممكن اتضايق، كابن ادم، لكن هل انا بشيل عليه حقد؟ لا والله، لا والله، لا احمل على اي مصري حقد، ذلت على الظروف والايام اني حتى لو هاجم، انا عارف، لان انا بقرا حالك من وراك، من قبله يا ارنب، في المثل بيقولوا يا ارنب من وراك، مش صارع انا الارنب الغلبان هذا اللي كسرت لقمه عيشه في لحظه ضعف، استطت من لحظه ضعف وطلقت، عملت لجنه الكترونيه تعطيه 1500، طب اعطيه حتى مبلغ، يعني طب اعطي حتى رجالتك هذول 1500، بتعطيه 1500 جنيه، ما اعرفش يعني يجيب يغدل البني ادم ولا في مطعم في مطعم ولا لا، او يغدلنا كم مره يعني. مصريين يوم الجمعة بعد الماتش كلنا هننزل، أنا نزلت يوم 25 يناير الساعة 12 الظهر، كنت مش بكلمكم كذا، وأنا مش راجل ما بنزلش ميادين، أنا يوم 25 يناير كنت في ميدان التحرير، وأنتوا عارفين الكلام هذا، وأنتوا عارفين الكلام هذا، انزلوا يا مصريين، انزلوا بعد صلاة، بعد ماتش، بعد الماتش يوم الجمعة، زمروا بالعربيات، إذا زمر شارع هيزمر كل الشوارع، إذا زمرت كل الشوارع في الحي هيزمر كل الشوارع في المدينة، وإذا زمرت كل الشوارع في المدينة كل أهل المدينة هينزلوا، كلمة اقعدوا في الميادين وفي الشوارع لحد ما يمشي، وهيمشي، هيمشي، لأنه أنت شايف اليوم إحنا راكبين، إحنا اليوم خلاص إحنا ركبنا، إحنا كشعب ركبنا الماتش، شوف دفاعاته، جاب للحق شعبان عبد الرحيم الغلبان، وجاب شوية ممثلين غلابة يدافعوا عنه، يقول لك إحنا معرين، الناس غلابة جدا يعني، أنا والله العظيم أشفقت عليهم يعني، أنت خلاص هذا خطوط دفاعاتك خلصنا؟ لا يا سيدي بالعكس، احنا مش خطوط دفاع كده، هنخترقها ونخلص الماتش، وانت هنمسكك نطلعك من الجون ونحطك في المكان اللي انت الذي يليق بك، الذي يليق بك تماما تماما، احنا ثوار، واحنا مش منحطين، واحنا ما بنثقرش زيك، ما بنثقرش زيك، لا لا، احنا بنطبق القانون، لان احنا نسعى لعمل دولة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.